يا مراد. السلام عليكم، رمضان مبارك كريم على جميع الأمة الإسلامية وعلى الساكنة ديال حي تيكيوين. حنا كجمعية رياضية أدرة تيكيوين لكرة القدم داخل القاعة، ارتئينا أن ننظموا دوري رمضان لكرة القدم المصغرة في ملاعب الحي فضاء حي الزيتون، بعد توقف اللي دام سنتين بسبب الوباء اللي هو وباء كورونا. كنعودوا من جديد وكنظموا التورنوا لفائده شباب الحي. التورنوا هذه اللي مشاركين فيها تقريبا بالنسبه للكبار 16 فريق، وبالنسبه للكبار 20 فرقه، وبالنسبه للقدامى 16 فريق، وكاينين كذلك البراعم والفتيان. يعني ارتئينا ما امكن انه نستهدفوا شباب الحي ديال حي تيكيوين، وكنتمنى ان البطوله تدوز في احسن ما يران، وتدوز في الاخلاق، وتدوز في سلوك حسن، وكنتمنى الخير للشباب ديال تيكيوين. وكنتمنى كنبغي نوجه واحد الرساله، للشباب ديال تيكيوين انه هاد الملاعب يحافظوا عليهم ما امكن، لان هاد الملاعب راه ما كاينش في تيكيوين. الا مشاو هاد الملاعب راه ما يبقاوش للدري فين يلعبوا، مازال ما يبقاوش باقي للدري ديالنا كذلك فين يقصروا كره وداك الشيء. يعني كنتمنى من الجميع يحافظوا على الملاعب، وما نوقعوش في نفس الغلط اللي وقعوا فيه الاحياء الاخرى، لانه كاين حي اخر انه تخرب لهم الملعب ديالهم. كنتمنى ان الشباب ديال حي تيكيوين انه يحافظوا على هاد الملعب هذا ويبقى دائما في حله جيده، وكنتمنى الخير للجميع ورمضان مبارك كريم. رمضان مبارك كريم لجميع الأمة الإسلامية والمغربية جمعاء. بعد التوقف اللي كان بسبب كوفيد 19، دام التوقف دام سنتين، جمعية أدرة تعود مرة أخرى لتنظيم دوري رمضاني يهم جميع الفئات. إن شاء الله احنا على قدم وساق من أجل إنجاح الدوري هذا، وغادي نعطيو واحد الصورة زوينة إن شاء الله على منطقة تيكيوين اللي تستاهل أكثر، خصوصا وان ملاعب القرب اللي نشات مؤخرا هي عطت واحد اضافه ايجابيه للدوري، وان شاء الله ما يكون الخير. السلام عليكم ورحمه الله. الاسم الكريم غيدير بوجمعه، يعني غيدير بوجمعه المعروف غنيين عن التعرف في المنطقه الجنوبيه خاصه سوس. يعني غادي نهضروا على دوريات رمضان فيما يخص المنطقه ديال تيكيوين. دابا كيف ما قلنا الحمد لله، دابا المنطقة ديال تيكيوين عندها طاقات شابة اللي غادي يقدروا باش ياخذوا المشعل ديال التكوينات وديال العمل فيما يخص هذا العمل الجمعوي ديال رمضان، ديال الدوريات ديال رمضان، بأفكار جديدة وبتفكير جديد وبأسلوب جديد حضاري ثقافي. يعني تحيدات ديك العشوائية اللي كنقولوا، يعني تتشوفوا دابا كاين الأقمصة متناسقة متكاملة، يعني الأحذية يعني اللي كتناسب هذا العشب الاصطناعي، يعني كل أي حاجة يعني اللي كنشوفوها في الدوريات خارج المنطقة، يعني حاليا تنشوفوها من خلال هاد يعني هاد التنظيمات ديال هاد الشباب دابا اللي شادين المشعل. وتنتمنوا التوفيق لجمعية أدرار. ايوا، الاهداف هي اول حاجة هي التنمية الرياضية والتنمية الذاتية، يعني كيف ما تنميو، يعني هذه كنميو ثلاثة د الحوايج، كنميو الذات، التنمية الذاتية والتنمية النفسية والتنمية البدنية. يعني تنميو نفسيتنا وتنميو عقليتنا وتنميو الأفكار ديالنا، هادو كلشي كناخدوها من خلال الرياضة. الحمد لله الرياضة هي الوسيلة اللي دائما تجعل الإنسان يكون نشيط، والوسيلة اللي دائما تجعل الإنسان تكون عنده رشاقة بدنية وأفكار هائلة الحمد لله. يعني تنتمناو يكونوا باقي هاد التيرانات اللي كنشوفوهم دابا حاليا ديال القدرون يكونوا تا هما من 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 العشب الاصطناعي، باش كل اي واحد ياخذ النصيب ديالو، وتكون يكون كل شيء كيستافد من الملاعب ديال العشب الاصطناعي. الحمد لله تنشكروا هاد الناس اللي كيسهروا على هاد العمل هذا. وما تنسى
تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.